ومعانا دلوقتي كمان من خلال التليفون دكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير، اللي هنعرف منها ازاي نقدر نوعي الطفل بهويته المصرية ونعزز الانتماء جواه، والدور اللي ممكن تقوم بصحافة الطفل او مجلات الاطفال وتحديدا مجلة سمير العريقة في انها تقدر تدعم وانها تقوي الانتماء عند الاطفال وتفهمهم ايه اللي بيحصل حواليهم بطريقة مبسطة، زي مثلا الاحداث اللي بتحصل في مصر او اللي بتحصل في الدول العربيه. اهلا بيكي دكتوره شهيره. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا، ازي حضرتك، منورانا. اهلا بيكي حبيبتي. اهلا بيكي. احب اعرف من حضرتك اكتر عن الفتره دي بالتحديد، ازاي المجله عند حضرتك بتهتم بغرس قيم زي الانتماء والوطنيه عند الاطفال؟ وطبعا مجله سمير تعتبر من المجلات العريقه فيما يتعلق بالكتابه الخاصه بالطفل. طبعا مجلة سمير لأن لها تاريخ طويل وتعتبر أقدم وأعرق مجلة أطفال في مصر وفي الوطن العربي حاليا، لأنها تأسست سنة 56، وبالتالي كل القضايا الوطنية وكل الحروب وحتى الهزائم وكل الثورات وكله كان منعكس على مجلة سمير من خلال مادتها بشكل جميل، وبشكل مثلا بنقدم ده بشكل قصص جميلة، بشكل أشعار حلوة، بشكل أبواب جميلة بتقوي طبعا بالانتماء عند الاطفال وارتباطهم بالوطن وقضايا الوطن. طبعا طبعا. ده خط سمير منذ بدايتها وحتى هذه اللحظه، بنكمل الخط دلوقتي بصوره قصص جميله بنقدمها للاطفال، ومن خلالها بنقدم افكار موائمه مع العصر او متلائمه مع هذا العصر. خليني كمان اسال حضرتك عن ذكرى انتصارات اكتوبر، وحضرتك الحقيقه يعني في ذكرى انتصارات اكتوبر المجيده قدمتي وجبه خفيفه للاطفال علشان تقدري توصلي لهم يعني ايه اكتوبر وايه هي انتصارات اكتوبر وايه اللي حصل في انتصارات اكتوبر، يا ريت تشرحيها لنا وتشرحيها للمشاهد. يعني عدد يعني 6 اكتوبر بنحتفل بيه كل عام في مجله سمير من اهم الاعداد اللي بنصدرها، وكل فنانينا الجمال بيشتركوا فيه. والحقيقه انا يمكن قلت قبل كده ان في طبعا بنستعين بالمؤرخ العسكري الدكتور مدحت حسن، بيكتب لنا سيناريوهات غايه في الجمال عن البطولات المصريه التي لا تنتهي الخاصه بانتصارات اكتوبر العظيم. جميل. كل مره قصه مختلفه، وكل مره حكايه مختلفه، وكل مره بنكتشف قد ايه الجيش المصري جيش عظيم، والشعب المصري شعب عظيم، وممكن يواجه كل الصعوبات بشكل يعني غير مسبوق. فكل عدد عندنا يعني باقه من القصص الجميله والاحتفالات الحلوه بهذه المناسبه الرائعه اللي لازم نوصلها لاطفالنا الحقيقه بشكل طبعا جميل طبعا، وشكل يكونوا بيستسيغوه ويقدروا ان هم يفهموه، لان البطولات غير مسبوقه يعني. أيوه. انا بشبهها بالسوبر ناتشرال هيروز، هم بيتشبثوا احيانا بالابطال الخوارق، لا احنا في مصر عندنا ابطال خوارق اكبر واهم طبعا واعظم من الخوارق اللي هم عارفينها او بيشوفوها في بعض البرامج او في الافلام. طبعا ده من الاعداد اللي انا يعني انا بعتز بيها الحقيقه جدا جدا. اكيد. وبعدين مناسبه لطيفه جدا ان الطفل المصري يفرح معانا بيها، يعني كمان فكره انك تشاركي معاكي الطفل المصري بان هو يفرح معانا بانتصارات اكتوبر المجيده، دي لحظه اعتقد انه من حق كل طفل مصري ان هو يحس بيها. الحقيقه هو بيعملوا ده كمان هم نفسهم الاطفال، مش بس احنا اللي بنرسم لهم او بنكتب لهم او كده، الاطفال نفسهم بيشاركوا في هذه العمليه رغم انهم طبعا ما حضروش هذه المناسبه. ايوه. بالفن يعني بيبتدوا، طب تعالوا نرسم حرب اكتوبر كده، تعالوا هنعمل ايه، يرسموا لنا بقى اجمل المشاهد واجمل الحاجات. وهم متشبعين، بس هم عايزين بس اللي ياخد بايدهم ويقول لهم الحقيقه. صح. ان خط برليس قدرنا نحطمه، بيرسموا الطائرات الاسرائيليه منهاره، بيرسموا بطوله الجيش المصري اثناء العبور، يرسموا العالم المصري، يعني افكار كثيره الاطفال نفسهم الحقيقه هم اللي بيعملوها حتى بدون ما نقول لهم. جميل. بتبقى حاجه عظيمه يعني، بتبقى حاجه عظيمه بتساعدني انا شخصيا والله. اكيد اكيد. انا بشكر حضرتك دكتوره شهيره خليل رئيس تحرير مجله سمير على المداخله التليفونيه اللطيفه دي.